رجل كان سارق اسمه الفضيل بن عياض، سمع آية غيرت حياته فأصبح عابدا للحرمين. هذه الآية في سورة الحديد. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا الفضيل بن عياض وهو يسرق قال: بلقد آن. كلام الله يا أخواني يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كلام الله يا أخواني يحيي الأموات. إنسان كان ميت القلب، قلبه ميت، فيحييه الله بكلام الله. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أهل العلم يقولون في هذه الآية ميت القلب، والإنسان إذا كان ما يذكر الله فهو ميت أصلا، كمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فهذا كان بعيد عن الله وقلبه ميت فيحييه الله بكلام الله.